اللحظات المزيانة تبقى ديما في البال. الماكلات اللي نتبنوها والبنة اللي نشربوها باش نبردوا بيها كي يسخن الماتش وما عادش فيها ما يهمش رابحين ولا خاسرين، المهم ديما ملمومين. مشاهدينا متتبعينا على الوطنية الأولى مباشرة، لقاء دولي ودي، لقاء أجوار بين المنتخبين التونسي والجزائري. المنتخب التونسي المتألق في تصفية الكان ومنتخب الجزائري بطل إفريقيا 2019، والرهان التحضيرات لتصفية كأس العالم قطر 2022، آخر لقاء ودي بين المنتخبين في مارس 2019، والفوز للمنتخب الجزائري هدف مقابل صفر، وقبلها في تونس 2015 التعادل هدف مقابل هدف. أكيد بعد قليل النشيد الوطني الجزائري والنشيد الوطني التونسي. إبن الناسيونال دو لالجيري. لقاء الدولي الودي بين المنتخبين التونسي والجزائري مباشرة، تشكيلة المدرب جمال بالمادي في حراسة المرمى، ريس المبولحي، يوسف عطال للإرجاع بالمقارنة مع المباراة الأخيرة أمام المنتخب المالي، رامي بن سبعيني مدافع بروسيا مونشنغلادباخ الألماني، عيسى مندي، جمال الدين بن عمري، هاريس بالقبلة متوسط الميدان، رامز الزروقي، القائد رياض محرز، يوسف البليلي، بغداد بونجاح، وسفيان فيغولي لاعب قلعة سرايا التركي، الاحتياطيون ألكسندر أوكيدجا حارس ميتس، أيوب عبد اللاوي، عبد القادر بدران، رشيد غزال، ادم وناس لاعب نابولي، اسلام سليماني، عدلان قديوره، مهدي عبيد،
محمد سعيد بالرحمة المنتمي لويست هام، أحمد توبا، فريد بولايا متوسط ميدان ميتس الفرنسي، ومهدي زفان. أكيد سامي قراءات أخرى وأيضا تغييرات في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي. أكيد حراسة المرمى معز حسين، محمد دراجر 20، ديلان برون رقم 6، 4 ياسين مرياح، 5 أسامة الحديدي، 17 ياسر الصغيري، 15 محمد علي بن رمضان، 28 عيسى العيدوني، 25 أنيس بن سليمان، 10 وهبي الخزري، و23 نعيم السليتي. تشكيلة الاحتياطية: فاروق بن مصفى حارس مرمى ثاني، معز بن شريفية 22، عاطف التخيلي 16، علي العابدي 21، وجدي كشريدة 2، علي معلول رقم 12، 19 عمر الرقيق، و3 منتصر الطالبي، آدم بلامين 30، سيف الدين الخاوي 8، حنا بعل المجبري 14، حمزة رفيع 24، سيف الدين الجزيري 11، عصام الجبيلي 26، وعلي يوسف رقم 29. هذه التشكيلة اللي اختار باش يلعب بها المدرب المنذر الكبير كما قلت عبد الرحمن. مباراة مهمة جدا للمنتخبين الجزائري والتونسي، تقم تحكيم المباراة هذه للمصري محمد معروف، وكذلك يساعده كل من يوسف البوساتي، سمير جمال، وحكم رابع الصادق السلمي. صحيح، ينطلق اللقاء بكرة للمنتخب الجزائري الجهة اليسرى رامي بن سبعيني مباشرة لحارس المنتخب الوطني التونسي معز حسان. كان في بريست اثناء مع متوسط الميدان هاريس بن قبلة لاعب كذلك في بريست. اذا مباراة اللي يخمم كل مدرب في الراكينج فيفا، في تصنيف الفيفا، باعتبار انه ثم اثناء لقاءات فاصلة بعد لقاءات المجموعات في تصفية كأس العالم، والافضل في التصنيف العالمي يستقبل في لقاء الإياب الكرة مباشرة للمنتخب الجزائري في هذا الموعد، والتغطية الخاصة على الوطنية الأولى. وهبي الخزري دائما بارز، معروف بالاندفاع، بالرغبة في خلق الفرص السانحة للتسجيل. لعب خاصة في رين، في باستيا، في ساندرلاند، في بوردو، وحاليا في سانت اتيان، وربما آخر موسم مع سانت اتيان. كان تركيز على جمال بالمادي، كان متوسط ميدان، وكان كذلك درب يوسف المساكني في البطولة القطرية، وفاز بالكان 2019 أمام المنتخب السنغالي بهدف بغداد بوجيح، وثم ديفياسيون في الهدف، وكان أيضا نزاح المنتخب النيجيري في الدورة نصف النهائي. الكرة مباشرة مخالفة للمنتخب الجزائري. إذا الركائز والأسماء، وتشاهدون بغداد بونجاح، الركائز اللي ساهمت في فوز المنتخب الجزائري بالكان، واختبار كبير للمنتخب الوطني التونسي اللي أيضا حاضر في أبرز التظاهرات، دائما متواجد في الكان. فاز باللقب 2004 المنتخب الجزائري، فاز 1990 وكذلك 2019. رامز الزروقي، كرة مباشرة لعيسى مندي من ركائز المنتخب الجزائري الجهة اليمنى، وين موجود أيضا يوسف عطال، تجاوز مخالفات الإصابة وإشارة من حكم المباراة المخالفة للمنتخب الجزائري، والتوزيعة مباشرة خارج الميدان. تنفذ بسرعة المخالفة. أمامكم يوسف عطال محترف نيس الفرنسي، يلعب برشا من هجوم المنتخب الجزائري من الجهة اليمنى، والمتابعة من دفاع المنتخب التونسي. استرجع اليوم ديلان برن، لعب 38 مباراة سنة مع ميتس في البطولة الفرنسية، اختبار أكيد إفادة كبيرة واستنتاجات كبيرة أمام بطل إفريقيا 2019 المنتخب التونسي. يسترجع اليوم محمد الدراجر، لاعب أولمبياكوس اليوناني من الجهة اليمنى، ورجيستر على مستوى الهجوم وهبي الخزري، أنيس بن سليمان، محترف بروندبي الدنماركي، ونعيم السليتي المسجل
ضد منتخب الكونغو الديمقراطي. وبالفعل نعرف الكونغو الديمقراطي كان انتصر عليه المنتخب الوطني التونسي في المباراة الودية الفارطة بالإمضاء نعيم السليتي، بينما المنتخب الجزائري في سلسلة المباريات الودية كان انتصر على المنتخب الموريتاني 4-0 مقابل 1، وفي اللقاء الأخير ضد المنتخب المالي 1-0 هدف كان بإمضاء هدف رياض محرز اللي عنده الكرة، كرة طويلة في اتجاه الفريق الجزائري، رياض محرز يدور بالكرة إلى بغداد بونجاح في منطقة الجزاء، بغداد بونجاح كان سحب آخر هدف في المباراة الودية اللي جمعت في مدينة الورود البليدة هناك في الجزائر 1-0 هدف بإمضاء بغداد بونجاح من ضربة جزاء، وهي نتيجة آخر نتيجة حاصلة كانت في ملعب البليدة اليوم. المباراة وآخر مباراة ودية دارت هنا في رادس كانت بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري انتهت بهدف مقابل هدف، أهداف كادومورو من المنتخب الجزائري، وأنذاك عدل وهبي الخزري من مخالفة في مرمى الرئيس مبوحي. الكرة دائما للمنتخب الوطني التونسي، محمد دراجر لاعب أولمبياكوس اليوناني على مستوى الجهة اليمين، شفنا في المباراة الفارطة وجدي كشريدة كان هو الظهير الأيمن المنتخب، يعود محمد دراجر ويعود كذلك الياس السخيري اللي شكل ثنائي متوسط الميدان الدفاعي مع عيسى العيدوني اللي أمامكم على الصورة، لعب فرينك فاروس المجري إضافة كبيرة للمنتخب الوطني التونسي. وقبل البلاء الحسن في المباراة الأولى مباراة الكونغو الديمقراطية، الكرة ترجع وتفتك من المنتخب الجزائري، عاود يكسب الكرة المنتخب الوطني التونسي وهبي الخزري، وهبي الخزري تقص الكرة في دائرة وسط الميدان من رامز الزروقي تقص الكرة دائما للمنتخب الجزائري، وأمامكم التدخل من أسامة الحدادي الظهير أيسر للمنتخب، وهذه فنيات نعيم السليتي لاعب الاتفاق السعودي اللي بمجهود فردي تمكن من تسجيل الهدف الوحيد اللي انت عليه مباراة الودية الفارطة ضد منتخب إكتور كوبر للمنتخب الكونغو الديمقراطية. ترجع كرة للمنتخب الوطني التونسي، قلت مباريات مهمة جدا بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري، حوار الجارين الشقيقين التونسي والجزائري، نعم هي ودية اختبارية تجريبية في الظاهر ومن يعرف، وسبق له مشاهدة مباريات نسور قرطاج ومحارب الصحراء يدرك أنها رسمية في الباطن بحضور الندية والجدية هامة جدا للمنتخبين وللمدربين المنذر كبير وجمال بالماضي للتعرف أكثر على مدى جاهزية اللاعبين بعد نهاية التصفيات الإفريقية المؤهلة لكان الكاميرون 2022 وتجربة أكثر من اسم في مباراة منتظرة قوية بروح الجوار لتحقيق انتصار معنوي هام جدا، مقابلة مغاربية 100% بين تونس والجزائر بقيادة تحكيمية مصرية. ترجع الكرة للمنتخب الجزائري في وسط الميدان، رامز زروقي يلعب الكرة لجمال بالماضي، جمال بالعمري إلى الحارس الرئيس مبولحي حارس الخبرة للمنتخب الجزائري، وأكيد يذكرنا هذا الحارس بمباراة كبيرة جدا في ثمن نهائي كأس العالم ضد المنتخب الألماني، أسماء كبيرة جدا للمنتخب الوطني التونسي وكذلك للمنتخب الجزائري. عبد الرحمن بالقيمة الفنية الموجودة على أرضية الميدان إن شاء الله نشاهدوا ديربي مغاربي يليق بسمعة المنتخبين الجزائري والتونسي. صحيح، والجهة اليمنى خطيرة للمنتخب الجزائري يوسف عطال وأيضا رياض محرز ولاكس اللي في بغداد بنجاح. المنتخب التونسي يسعى لاسترجاع الكرة عبر متوسط الميدان البارز بطل المجر مع فرينك فاروس المجري، بالنسبة لعيسى العيدوني العودة للياس الصخيري من أبرز متوسطي الميدان في البطولة الألمانية، ونشوفوا الاندفاع بالنسبة لعيسى مندي والإصابة ليوسف عطال والتدخل من عيسى العيدوني برز مع المنتخب التونسي في أول لقاء لي ضد المنتخب الليبي والفوز خارج الميدان في مارس الماضي. إذن اختبار هام، اختبار جدي للمنتخب التونسي بلقاءات المجموعات في تصفية كأس العالم أمام زامبيا وموريتانيا وغينيا الاستوائية. التوزيعة مباشرة ترجع
للمنتخب الوطني التونسي في انتظار اختبار هام آخر بداية الأسبوع المقبل أمام المنتخب المالي اللي كان قدم مردود كبير أمام المنتخب الجزائري وانهزم بصعوبة هدف مقابل صفر لزملاء هايدرا متوسط ميدان لايبسيك الألماني. كرة طويلة من ديلان برون مباشرة بالعمري للحارس ريس المبولحي يلعب في الاتفاق السعودي مع نعيم السليتي تكون في مارسيليا لعب في بلغاريا لعب في عديد البلدان الأوروبية كان بارز مع المنتخب الجزائري في كأس العالم مع فهيد هليلوزيتش البوسني وخاصة ثم نهائي أمام المنتخب الألماني بالعمري وثم البريس من جانب بن سليمان. الكرة ليوسف البليلي الجهة اليسرى للاعب يعرف جيدا ملعب رادس يوسف البليلي المحترف حاليا في قطر والاعتراض والمخالفة من إشارة من حكم المباراة محمد معروف. أمامكم بطل تشامبيونز ليغ الأفريقية مع الترجي 2018-2019 والتدخل من لاعب من الترجي الرياضي التونسي محمد علي بن رمضان لاعب استطاع نجمه سنة على المستوى القاري مع فريق الترجي الرياضي التونسي في الأثناء كرة ثابتة أمام الكرة القائد لاعب المان سيتي رياض محرز أيضا كان في مجموعة الجيري المنتخب الجزائري في كأس العالم 2014 وكان صاحب مخالفة شهيرة أمام المنتخب النيجيري في مصر في كان 2019. المتابعة للكرة الثابتة وهبي الخزري نعيم السليتي تجاوزنا العشر دقائق الأولى للشوط الأول على مستوى القائم الثاني الصعود لمحور دفاع المنتخب الجزائري المطالبة بركنية لكن إشارة من الحكم المساعد الثاني الكرة لصالح المنتخب الوطني التونسي الصعود للاعب ممتاز جدا في أوروبا حاليا رامي بن سبعيني رقم 21 اللاعب السابق لرين ليرس البلجيكي وبروسيا ميشن جلادباخ. في الأثناء المنتخب التونسي يسعى لتجاوز وسط ميدان المنتخب الجزائري اللي فيه هاريس بالقبلة ورامز الزروقي وكذلك سفيان فيقولي. إلى حد الآن المنتخب التونسي ما لقاش وضعية معناها تذكر ووضعية سانحة في مرمى الحارس ريس المبورحي. إعادة من جديد الحوار الأخير بين العيدوني وكذلك رامز الزروقي المحترف في توينتي الهولندي. وهذه كرة للمنتخب الجزائري بعد نشاهدوا على الصورة يوسف البليلي يعرف جيدا أجواء تونس. يوسف البليلي اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي ألقاب كثيرة مع الترجي. الكرة يوسف البليلي وترجع من جديد للمنتخب الجزائري ضغط في هذه اللحظات المنتخب الجزائري تمشي الكرة من جديد إلى هاريس بالقبلة إلى بغداد بونجاح. بغداد بونجاح والتدخل الصعب من المدافع محمد علي بن رمضان متوسط الميدان يرجع لتأمين التغطية الدفاعية. أمامكم المراوغة وفنيات بغداد بونجاح هذا المهاجم الجزائري الهداف بغداد بونجاح محترف السد القطري ولاعب السابق ايضا وتتويجات كانت عنده مع النجم الرياضي الساحلي. متعودين على اجواء البطوله التونسيه سابقا بغداد بونجاح وكذلك يوسف البليلي ومن العناصر اللي ابلت البلاء الحسن في كاس الامم الافريقيه في مصر يعني اداء نوه به كل المحللين وكل الفنانين إضافة كبيرة للمنتخب مع المنتخب الجزائري. أيضا المنتخب التونسي قاعدين نشاهدوا يحاول عن طريق وهبي الخزري بصراحة متميز المنتخب الوطني التونسي على مستوى النتائج منذ قدوم المنظر الكبير على رأس المنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله التدعيم إن شاء الله بهذه العناصر الجديدة للمنتخب الوطني التونسي إن شاء الله يكون المستقبل زاهر للمنتخب الوطني التونسي بدخول حنبعل المجبري محترف مانشستر يونايتد الإنجليزي يعني أسماء كبيرة حمزة رفيع أيضا في اليوفي. هذه الكرة لمست جمال بالعمري وتدخل الرئيس مبولحي بصراحة كانت ممكن تكون ركنية هوني للمنتخب الوطني التونسي. ترجع من رامز زروقي الكرة لليسار إلى رامي بن سبعيني. رامي بن سبعيني شارك بانتظام مع بروسيا مينشنغلادباخ في البوندسليغا الألمانية
قدم مستويات كبيرة، وهذا بغداد بونجاح يطالب بالمخالفة، يطالب محمد معروف المصري، يقول وصل اللعب ترجع إلى الياس الصخيري. الياس الصخيري يعود للمنتخب الوطني التونسي بعد موسم أكثر من رائع مع في كولن الألماني، وتمكن من البقاء في مباراة فاصلة ضد كيل الألماني لمتوسط الميدان الدفاعي المتميز على الدوام. الياس الصخيري مع العيدوني اليوم في وسط الميدان في غياب الفرجيني سيسي للإصابة، وكذلك يوسف المساكني، ستة ملاعبية موجودين يعني شاركوا في مباراة الكونغو الديمقراطية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، وخمسة دخلوا للتشكيلة الأساسية على عكس المنتخب الجزائري، أيضا ثمانية ملاعبية كانوا في مباراة مالي أساسيين، ودخول ثلاثة ملاعبية جدد في تشكيلة جمال بالماضي. إلى حد الآن في مباراة في 15 دقيقة لعب، زلنا ننتظر الكثير من المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري، والاستفادة واحدة من المشاهدين قاعدين يتابعوا فينا على القناة الوطنية الأولى. ديلان برون الياس الصخيري أكسيال أمام الدفاع ياسين مرياح، أكيد مش باش يرجع لأولمبياكوس وتفكير الموسم المقبل بعد التجربة في تركيا، أكيد بعد نهاية لقاءات الودية تحديد الوجهة المقبلة لياسين مريح. الكرة لمحمد دراجر، ونشوف الضغط الكبير انطلاقا من الأجنحة في المنتخب الجزائري، وخاصة يوسف البليلي، توش واحدة لرياض محرز والهدف الوحيد أمام المنتخب المالي. التدخل الأخير على عيسى العيدوني، الكرة مباشرة للجهة اليسرى، مطالب بالصعود المنتخب الوطني التونسي، يختار الكبير الحدادي، والتوزيعة مباشرة المتابعة من ريس المبولحي مرة أخرى، قلب الهجوم وهبي الخزري. أمامكم محترف قاسم باشا التركي باش يرجع لفريقه الاتفاق، هو معار الكرة لصالح المنتخب الجزائري، الحارس الخبرة المنتمي للاتفاق السعودي. ولاكس اليوم فيه عيسى مندي وجمال بالعمري، ما لعبش برشا مع ليون في البطولة الفرنسية وكان في الشباب السعودي. الاندفاع من بغداد بنجاح، بغداد بنجاح للمنتخب الجزائري، يدخل مناطق الجزاء، ثم يوسف البليلي، يوسف البليلي الكرات لرياض محرز، والتألق للحارس معز حسان أمام نجم المنتخب الجزائري. ضغط رهيب لتشكيلة المدرب جمال بالمادي في مناطق المنتخب الوطني التونسي، هذا منتظر مع الإمكانيات العريضة لبطل إفريقيا. وكما قال رياض محرز، تنجم تسيطر على المنتخب التونسي وما تنجمش تربحه، قال تكتيكيا يعرف يتعامل مع عديد الوضعيات المنتخب التونسي، وشبه بأتلتيكو مدريد بطل إسبانيا سنة مع المدرب سيميوني الأرجنتيني. كانت محاولة وكان تألق لحارس المنتخب التونسي في تفادي الأسبقية. كرة أخرى دائما ليوسف البليلي، يوسف البليلي للمنتخب الجزائري، وكرة أخرى والتدخل، التدخل حاسم من مرياح أو أسامة الحدادي للمنتخب الوطني التونسي. المنتخب الجزائري يلعب في الأكس مع تواجد في جولي، مع تواجد بغداد بونجاح، مع التألق من الجهة اليسرى ليوسف البليلي. عطال يرجع الكرة إلى وسط الميدان اللي موجود فيها كل من هريس بن قبلة وكذلك الزاروقي. تبقى الكرة لعيسى مندي، ربما فيلا ريال الموسم المقبل بعد تجربة مع بيتيس. أمامكم أبرز اللاعبين في البريمير ليج اللي هو رياض محرز بطل البريمير ليج مع ليستر، ثم مع المان سيتي. نشوف المحاولات، وأيضا صعب باش تتفادى الفنيات لرياض محرز والمخالفة، وإعادة من جديد لتألق الحارس معز حسان أمام أبرز لاعب في المنتخب الجزائري، يلقى الوضعية لكن الحارس المتكون في نيس الفرنسي يتصدى. هو الإعادة لتواجد بغداد بنجاح، ثم التدخل كان من ياسين مرياح
ووضعية صعيبة لدفاع المنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب الجزائري مع اقترابنا من 20 دقيقة في الفترة الأولى. باش التركيز على يوسف البليلي وعلى بغداد مرة أخرى، والهدف الأول، الهدف الأول للمنتخب الجزائري، الإمضاء لبغداد بونجاح المتابعة للكرة المتابعة. أيضا بالنسبة للمنتخب الجزائري كانت كرات حاسمة وكانت أيضا الصنعة. هاو نشوفوا الكرة الأخيرة في محور دفاع المنتخب الوطني التونسي، جمال بالعمري ثم البليلي وبغداد بونجاح، وتجاوز الحارس معاذ حسان، والسيطرة كانت المنتخب الجزائري. ونشوفوا البليلي مباشرة الكرة باليمنى من جانب بغداد بونجاح وإحداث الفارق، وكان آخر لاعب سجلها أمام المنتخب التونسي. وهذا هدف بغداد بونجاح، هدف رقم 20 لي مع المنتخب الجزائري، ويتساوى مع رياض محرز اللي كان سجل هدف رقم 20 لي مع المنتخب الجزائري في المباراة الفارضة ضد المنتخب المالي. هكا بغداد بونجاح يتمكن من تسجيل الهدف الأول للمنتخب الجزائري بصراحة بعد البداية القوية وبعد الفرصة اللي كان صدالها الحارس معز حسين من تصويبها من رياض محرز. جاء الهدف بالنسبة للمنتخب الجزائري عن طريق بغداد بونجاح. ترجع الكرة للمنتخب الوطني التونسي، محمد تراكر على مستوى الجهة اليمين، مطلوب رد على الهدف المنتخب الجزائري من قبل المنتخب الوطني التونسي. أمامكم محمد دراجر على مستوى الجهة اليمين، والتدخل من رامي بن سبعيني. رامي بن سبعيني يحط الكرة في الركنية، مطالب المنتخب الوطني التونسي لتعديل النتيجة بعد الهدف، الهدف اللي سجله بغداد بونجاح منذ لحظات قلت في 42 مباراة مع المنتخب الجزائري. بغداد بونجاح يهتدي الى شباك الحارس معز حسين. هذا محمد معروف ينبه على مدافعي المنتخب الجزائري في البوكس مع ملاعبيه المنتخب الوطني التونسي. وهبي الخزري، هدف المنتخب الخزري على الكره، والركنيه ترجع من جديد من دفاع المنتخب الجزائري. ضاغط المنتخب الوطني التونسي في هذه اللحظه، في هذه اللحظات يعني، والكره الاخيره من الركنيه. وامامكم يوسف البليلي، يوسف البليلي يعني إضافة كبيرة للمنتخب الجزائري. هاي الكرة للمنتخب الوطني التونسي، عيسى العيدوني ياخذ الكرة بالراس، لمست في يد رامي بن سبعيني، هذاك علاش ممكن احتج لاعبية المنتخب الوطني التونسي، لمست في يد رامي بن سبعيني. لكن الحكم المصري محمد معروف يقول ما فماش، يقول ما فماش ضربة جزاء المنتخب، منه اعتبر انه لاعبية المنتخب انه لمست الكرة في يد بغداد بونجاح، لأنه يعني رقم 9 بغداد بونجاح هو اللي يلمس الكرة باليد. وهذا عيسى مندي، عيسى مندي في محور الدفاع على منتخب الجزائري ومحترف ريال بيتيس الإسباني. الكرة ترجع للمنتخب الجزائري، إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يعرف كيفاش يدرك الهدف اللي سجله من قبل المنتخب الجزائري، هدف بغداد بونجاح منذ لحظات، ودائما تكون فيها الأهداف ديربي المغاربي بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الجزائري. وهذا المنظر كبير يعطي في التوجيهات للمنتخب، لاعبية المنتخب الوطني التونسي ومطالب برد الفعل، بما انه المنتخب يملك كل الامكانيات بصراحه للعوده في تيجه المقابله. ترجع الكره من جديد لياس الصخيري، الصخيري ديلان برون في وسط الميدان، ليس بن سليمان، ديلان برون يخسر الكره مع بغداد بونجاح، بغداد الى الفغولي، الكره والتدخل، التدخل من وسام الحديدي. ضاغط المنتخب الجزائري بوجود الثلاثي الامامي الفيغولي رياض محرز وبغداد بونجاح. امامكم على الصوره بغداد ياخذ الكره ويحضر للفيغولي بلمسه اخيره، يتدخل وسام الحديدي ويتدارك الكره الاخيره منتخب الوطني التونسي. وهي الكره اللي لمست يد المهاجم بغداد بونجاح، طلب بها المنتخب الوطني التونسي بضربه جزاء، لانه محمد معروف السافرة المصرية وصلت اللعب في الكرة الأخيرة، تحرم المنتخب الوطني التونسي من ضربة جزاء. الكرة ركنية اللي فاتت المنتخب الجزائري، يوسف البليلي يرفع الكرة، معز حسان،
معز حسان يخذ الكرة. إلى حد الآن مباراة عبد الرحمن انطلق فيها المنتخب الجزائري بقوة، خلق الفرص، ما زال ننتظر فرص بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. هذه كرة في وسط الميدان، تقص الحوارات أكثر من حوار في وسط الميدان مع رامي بن سبعيني أمامكم، محترف بروسيا منشن جلادباخ، عنده أهداف في تشامبيونز ليج هذا الموسم، وكذلك عنده هدف في مع المنتخب الجزائري. الكرة في حوار مع أسامة الحدادي، والحكم محمد معروف يقول مخالفة لأسامة الحدادي، ترجع من ديلان برون، برون مع ياسين مرياح، ياسين مرياح يدور بالكرة إلى يلعب اليسار بلمسة واحدة، الكرة على مستوى الجهة اليسار للمنتخب الوطني التونسي، وتضيع مرة أخرى، الكرة ترجع للمنتخب الجزائري. رياض محرز، رياض محرز، الكرة طويلة في اتجاه بغداد بونجاح، بغداد إلى سفيان اللي في غولي، في غولي محمد معروف، يقول المخالفة خطيرة للمنتخب الجزائري في الانتقال السريع من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية، والتدخل على سفيان اللافيغولي أمامكم يطالبهم لاعبية المنتخب الجزائري. انذار للاعب المنتخب الوطني التونسي أمامكم محمد معروف الحكم المصري، ونقاشات لاعبية المنتخب الجزائري. تقريبا كان في موقع ممتاز اللافيغولي، سفيان ملقى على أرضية الميدان، يتعرض الإصابة، هاي الإعادة بالصورة والكرة والتدخل من ديلان برون. صراحة ما فماش تدخل كبير على سفيان الفيغولي، كونتاكت عادي يعني بين سفيان الفيغولي وديلان برون. محمد معروف يقول المخالفة لفائدة المنتخب الجزائري في حوار الفيغولي مع ديلان برون، والنقاشات ما زالت بين لاعبية المنتخب الجزائري. أمامكم رامي بن سبعيني، وكذلك لاعب رقم 20 منتخب الجزائري يوسف عطال، يناقش في قرار الحكم والإنذار، الإنذار والقرار الإداري لديلان برون، وأول الإنذارات في جانب المنتخب الوطني التونسي في محاولة صعبة وخطيرة جدا للمنتخب الجزائري. قلت أمامكم سفيان الفيغولي يعني سحب المحاولة الخطيرة، وأمامكم رياض محرز دائما على الكرات الثالثة. رياض محرز هو اللي باش ينفذ المخالفة للمنتخب الجزائري، خطير جمال بالماضي أمامكم المدرب الجزائري، مدرب المنتخب الجزائري ونتائج باهرة منذ قدومه على رأس العارضة الفنية للمنتخب الجزائري. والرياض محرز هو اللي باش ينفذ المخالفة، ورياض محرز كان سجل عديد المخالفات، تبقى أبرزها المخالفة اللي سجلها في مرمى المنتخب النيجيري، اللي أهلت يعني في الدقيقة 90 أهلت المنتخب الجزائري للمباراة النهائية ضد المنتخب السنغالي. وبرشا يتذكروا هدف رياض محرز وعديد الأهداف اللي سجلها رياض محرز، خاصة من هذه المساحات للاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، يعني لعب نهائي رابطة الأبطال الأوروبية، كان خسر اللقب ضد تشيلسي الإنجليزي، ومازال ينبه محمد معروف، محمد معروف ينبه على الجدار الدفاعي للمنتخب الوطني التونسي قبل تنفيذ المخالفة لفائدة المنتخب الجزائري. محمد معروف قلت مواليد 1986 دولي منذ 2014، ينبه على الجدار الدفاعي أمامكم المنتخب الوطني التونسي، متكون من خماسي عيسى العيدوني، اسكندر مسلمان، وكذلك محمد علي بن رمضان قبل تنفيذ المخالفة. وثنائي على الكرة قاعد يشاهد في يوسف البليلي وكذلك رياض محرز، ممكن الأقرب لتنفيذ المخالفة للمنتخب الجزائري شادو أسامة الحديدي تحت الجدار الدفاعي للمنتخب الوطني التونسي، بما أنه رياض محرز ينجم يسجل يعني من كل الزوايا ومن كل الأماكن. رياض محرز خطيرة هذه المخالفة على دفاع المنتخب الوطني التونسي، رياض محرز مع دفاع المنتخب الوطني التونسي، وكذلك الحارس معز حسين لنجم مانشستر سيتي. رياض محرز يساوم والهدف الثاني للمنتخب الجزائري، قلت خطير ما يرحمش في هذه المناطق المنتخب الجزائري. ورياض محرز تصويبة قوية جدا على يمين الحارس، حارس المنتخب معز حسان، يتمكن من إضافة المنتخب
من إضافة الهدف الثاني بداية قوية جدا للمنتخب الجزائري اللي يتمكن من إضافة الهدف الثاني عن طريق الهدف أمامكم على الصورة. هاي الإعادة يصوب بعد تحذير من بلاي لتصويبة قوية وصعيبة على يمين الحارس معز حسين عبد الرحمن، 2-0 للمنتخب الجزائري على حساب المنتخب الوطني التونسي. مخالفة شبيهة بالمخالفة اللي سجل من خلالها أمام المنتخب النيجيري رياض محرز والهفوات الدفاعية، وكان طالب المنتخب الجزائري بإقصاء ديلان بران بعد التدخل أمام سفيان فيغولي. إذن مضاعفة النتيجة للمنتخب الجزائري 2-0 بعد الهدف الأول المسجل من بغداد بونجاح. يتمكن المنتخب الجزائري من مضاعفة النتيجة، بداية قوية ما شفناش لعب هجومي من جانب المنتخب الوطني التونسي إلى حد الآن أمام خطورة الهجمات لتشكيلة المدرب جمال بالمادي والساعي لمواصلة السلسلة الإيجابية على مستوى النتائج منذ إشرافه على المنتخب الجزائري 2018. شفنا تدخل من بران على سفيان فيغولي، وشفنا غضب لاعبي المنتخب الجزائري والمطالبة بإقصاء باعتبار أنه بالنسبة للاعبي المنتخب الجزائري كان معناها إلى أمبيشي معناها وضعية هجومية وضعية هدف، لكن تحصل المنتخب الجزائري على مخالفة. ودائما الاختصاصي رياض محرز إلى حد الآن الأسبقية للمنتخب الجزائري 2-0 أهداف الشوط الأول من بغداد بونجاح، والقائد المتألق مع المان سيتي في البطولة الإنجليزية. من جديد المنتخب الجزائري في عكس الهجوم، يوسف البليلي رامي بن سبعيني تسهيل المهمة على المنتخب الجزائري بعد نجاحه في التسجيل، بعد نجاحه في أخذ الأسبقية من جديد أمام المنتخب الوطني التونسي. رامز الزروقي مباشرة الجهة اليمنى من جديد التوزيع على مستوى القائم الثاني، والكرة ما توصلش إلى بغداد بونجاح. وضعية أخرى صعيبة لدفاع المنتخب الوطني التونسي، وديما الانطلاقة من جهة يوسف عطال من الجهة اليمنى لهجوم المنتخب الجزائري. ومرة أخرى سفيان فيغولي خطير، لاعب السابق لغرينوبل لفالونس وقلعة سرايا حاليا في البطولة التركية لكرة القدم. نشوفوا البريسينج من جانب المنتخب الجزائري على مناطق المنتخب الوطني التونسي، الكرة باش ترجع للمنتخب التونسي إلى حد الآن بالوضعية الهجومية بالتركيبة الهجومية ما خلق حتى فرصة المنتخب الوطني التونسي أمام مرمى الحارس ريس المبوحي. لياس السخيري أمامه فيغولي، ترجع الكرة لديلان برون، ديلان برون التوزيعة مباشرة الخروج للحارس ريس المبوحي في تفادي تواجد وهبي الخزري في مناطق المنتخب الجزائري. محمد دراجر أمام رامز الزروقي يرتكب المخالفة متوسط الميدان. إذن إلى حد الآن بعد تجاوزنا نصف ساعة في هذه الفترة الأولى الأسبقية للمنتخب الجزائري، وكما شفنا منتخب عتيد منتخب ناجع مع الثلاثي الخطير رياض محرز بغداد بونجاح يوسف البليلي وسط الميدان هريس بالقبلة وكذلك رامز الزروقي في الأثناء. صعوبات كبيرة معناها وسط ميدان المنتخب التونسي الياس السخيري وعيسى العيدوني ملقاوش المنافذ للرولانس، أيضا ما شفناش الصعود من جهة أسامة الحدادي أو الجهة اليمنى وين موجود محمد دراجر. نشوفوا بالقبلة معناها يضغط على الياس السخيري وكيد التوصيات، ويعرفوا قيمة الياس السخيري على مستوى إخراج الكرة من وسط الميدان. إلى حد الآن النجاعة والأداء من جانب المنتخب الجزائري في هذه الفترة الأولى في لقاء هام على مستوى التصنيف الدولي والمحافظة على المرتبة اللي فيها المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الجزائري. كذلك ما قال جمال بالمادي يخمم ويفكر
يفكر في تصفيات كأس العالم وفي اللقاءات الفاصلة، والمنتخب اللي أفضل في ترتيب الفيفا يكون هو يستقبل في لقاءات العودة. وسبق للمنتخب التونسي والمنتخب الجزائري باش تقابلوا في لقاءات فاصلة تصفيات كأس العالم 1986. إلى حد الآن المخالفة لصالح المنتخب الجزائري بالتحديد هذا اللاعب اللي بروز برشا في تونس وسجل حتى في ملعب رادس في دور نهائي بين النجم والنادي الرياضي الصفاقسي بغداد بونجاح مع مدربه شافي السد المسيطر على البطولة القطرية ودوري المحترفين. تنفيذ المخالفة من جانب عيسى مندي بعد بيتيس إشبيليا الوجهة المقبلة فيلا ريال في البطولة الإسبانية، صاحب الأوروبا ليج باش يلعب الكأس الممتازة أمام تشيلسي. نتابع التدخل من جديد من جانب دفاع المنتخب الجزائري والكرة من إشارة من حكم المباراة المخالفة لمحمد علي بن رمضان. واضح الحكاية في وسط الميدان والعمل كبير لرامز الزروقي وهريس بالقبلة قبل ما توصل الكرة للأكس المتكون من جمال بن عمري وعيسى مندي لاعب السابق للرانس الفرنسي لعب كأس العالم كذلك مع المنتخب الجزائري. الكرة مباشرة للحارس ريس المبولحي، المخالفة بدون أدنى صعوبة، الكرة الموجهة من جانب قائد المنتخب الوطني التونسي وهبي الخزري آخر لاعب سجل ضد المنتخب الجزائري في تونس 2015 بالنسبة لقاءات تونس وقتها في لقاء ودي. مخالفة مباشرة في مرمى الحارس ريس المبولحي. ثم في الكان 2017 كان المنتخب التونسي فاز على المنتخب الجزائري 2-1، وقتها جورج ليكانس مدرب المنتخب الجزائري انسحب وقتها من الدور الأول في الكان، وكان نعيم السيتي سجل ضربة جزاء وقبلها عيسى مندي سجل ضد مرمى. حاليا اون ديفيكولتي كما يقال المنتخب التونسي أمام الجروب أمام البلوك من جانب المنتخب الجزائري، ونجومه سجلت كالعادة. الكرة باش ترجع لعيسى مندي مباشرة جمال بالعمري احترف سابقا في الشباب السعودي، تخرج مباشرة إلى وسط ميدان المنتخب التونسي عبر نعيم السليتي اللي يربح المخالفة. ما شفناهش برشا فاعل في مناطق الجزاء المنتخب الجزائري. نشوفوا العمل الدفاعي من يوسف البليلي المساهم في الهدف الأول، ثم الهفوة المرتكبة من ديلان برون على فيغولي والمطالبة بأقصى من جانب لاعبي المنتخب الجزائري محمد دراجر. محمد دراجر تبقى الكرة للمنتخب التونسي، والتدخل الأخير من زروقي اللي يرجع مع نعيم سليتي. إلى حد الآن الأسبقية للمنتخب الجزائري أمام المنتخب التونسي في اختبار عرفناه صعيب قبل معناها من اللي تبرمج اللقاء. واضح انه اختبار كبير للمنتخب الوطني التونسي كي نشوفوا الهجوم البليلي ورياض محرز وبغداد بونجاح، اختبار كبير لدفاع المنتخب التونسي. الى حد الان زوز هفوات وزوز اهداف للمنتخب الجزائري. واكيد قلت يحافظ على السلسله الايجابيه للمباريات دون هزيمة المنتخب الجزائري، 26 مباراة إلى حد الآن دون هزيمة، ونعرف الركور الإفريقي عند المنتخب الكوت ديفوار 27 مباراة دون هزيمة، يعني التمثيل الإفريقي على مستوى النتائج وعلى مستوى الهزيمة يعني للركور عند المنتخب الكوت ديفوار. هذا لتصحيح بالنسبة للسي عماد الكيلاني عضو اللجنة التنفيذية للتاريخ والإحصاء، يقول أنه المنتخب الإيفواري هو اللي يملك الركور 27 مباراة دون هزيمة، وهذا التسلل على المنتخب الوطني التونسي بعد رأية الحكم المساعد الأول يوسف البوساتي المصري. يقول التسلل على وهبي الخزري. قلت منتخب الكوت ديفوار عبد الرحمن عنده 27 مباراة دون هزيمة، والمنتخب الجزائري لحد الآن عنده 26 مباراة دون هزيمة. هذه الكرة الأخيرة اللي رفع فيها البوساتي يوسف راية التسلل على المهاجم وهبي الخزري. الكرة ترجع لفائدة رامي بن سبعيني، والكرة تضرب في نعيم السليتي وتخرج
التماس المنتخب الجزائري في الشوط الاول بصراحه والامانه هو الافضل من المنتخب الوطني التونسي. خلق الخطر على مرمى معز حسين في انتظار التوجيهات والتعليمات من المدرب المنذر الكبير، خاصه على مستوى الخط الامامي، بما انه ما شفناش برشا المنتخب الوطني التونسي في الخط الامامي على عكس المنتخب الجزائري، منتخب رهيب خاصه في الخط الامامي وقت بكون موجود رياض محرز، يوسف البليلي، وكذلك بغداد بونجاح. ترجع الكره من جديد للمنتخب الجزائري الى رئيس وهاب مبول، حي الكره لليسار الى جمال بالعمري، جمال بالعمري طول الكره في اتجاه بغداد بونجاح، وديلان برون مع بغداد بونجاح يرجع الكره بالراس، وعيسى العدوني يتحصل على مخالفه امامكم محترف فرينك فاروس المجري، ومباراه اولى كان قدم فيها مستويات كبيره العيتوني اليوم مع الياس الصخيري. الكره من جديد للمنتخب الوطني التونسي مطالب بتعديل الاوتار خاصه على مستوى الخط الامامي، بما انه قاعدين نشاهدوا في وهبي الخزري في اكثر من مناسبه كان موجود يعني في وضعيه ما توصلوش الكره، هذاك علاش مطالب ممكن المنظر كبير بتعديلات فتره ما بين الشوطين خاصه من الناحيه الهجوميه. المنتخب الوطني التونسي مش قاعد يقدم في المستوى الكبير الى حد الان الامانه. ترجع الكره من نعيم السليتي الياس الصخيري، والحكم محمد معروف يقول مخالفه لفائده المنتخب الوطني التونسي. امامكم نعيم السليتي اللي كان سجل في المباراه الفارطه ضد الكونغو الديمقراطيه، ورياض محرز كان سجل المباراه الثانيه على التوالي بعد ما سجل ضد المنتخب المالي، سجل ايضا ضد المنتخب الوطني التونسي بمخالفه صعبه جدا على حارس المنتخب معز حسين عبد الرحمن. مازالت الخيارات الفنيه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي خاصه بوجود حنبع البجبري، كذلك سيف الدين الخاوي وسيف الدين الجزيري بالاضافه الى عصام الجبيلي. الكره في مناطق المنتخب الجزائري وترجع لعطال من ابرز اللاعبين في نيس الفرنسي، اصيب ضد المنتخب الموريتاني وتغيب في لقاء المنتخب المالي، والجهه اليمنى اللي فيها عديد العمليات الهجوميه تبدا للمنتخب الجزائري في الاثناء الاصرار حافظ على الكره من العيدوني مباشره. نعيم سليتي يراوغ يوسف البليلي والتدخل من جانب وسط ميدان المنتخب الجزائري عبر هاريس بالقبلة، يفك في برشا كرات وسط ميدان المنتخب الجزائري. الياس الصخيري ربما ينتقل للايبسيك الألماني أو إشبيليا الإسباني في الأثناء، يسعى لرد الاعتبار للمنتخب التونسي أو تذليل الفرق فيما تبقى من وقت المباراة في الفترة الأولى. الكرة مباشرة لرامي بن سبعيني ثم سفيان في جولي، والتوزيعة ما توصلش إلى رياض محرز، والتدخل الأخير من دفاع المنتخب الوطني التونسي. شوفوا الركلي من جانب المنتخب الجزائري، الكرة مباشرة لبغداد بونجاح، بغداد بونجاح حاول يمهد ليوسف البليلي، تبقى الكرة للمنتخب الجزائري من هفوة فردية في وسط الميدان في الأثناء. المخالفة لصالح المنتخب الوطني التونسي في هذه الدقائق الأخيرة للشوط الأول، المخالفة المرتكبة على نعيم السليتي، معناها شفنا تغيير المراكز دون جدوى إلى حد الآن من لاعبي المنتخب التونسي. نشوف وهبي الخزري يحاول يبعد على رامز الزروقي، وهبي الخزري نجم يصوب، وهبي الخزري والتألق للحارس رئيس المبولحي، التألق للحارس رئيس المبولحي، وترك المجال والأسبقية لقائد المنتخب الوطني التونسي الحكم محمد معروف المصري، والإنذار على البروتيستاسيون على الاحتجاج بالنسبة لقائد المنتخب الوطني التونسي. إعادة من جديد لهذا المجهود الفردي من جانب وهبي الخزري، والتصويب والتألق للحارس ريس المبولحي، تكتل كبير لمدافعي المنتخب الجزائري، وكانت المتابعة من جانب رامي بن سبعيني، تجاوز الزروقي ثم بالعمري والصوب وهبي الخزري في دين الحارس ريس المبولحي. إذا إلى حد الآن المنتخب الوطني التونسي ما لقاش الآليات الهجومية باش يقلق محور دفاع المنتخب الجزائري، والاندفاع من سفيان فيغولي
وكذلك الإصابة لرامز الزروقي، وبالطبع إلى حد الآن الأسبقية لصالح المنتخب الجزائري. أمامكم متوسط ميدان توينتي الهولندي المتكون في أجاكس. نشوف دراجر الحوار الأخير مع الفيغولي، وكذلك الإصابة لمتوسط الميدان رامز الزروقي اليوم الاختيارات، وسيطرة افتكاك وسط الميدان من جانب المنتخب الجزائري. الكرة توصل فيسع للجهة اليمنى وين موجود صاحب الهدف الثاني رياض محرز. إعادة للهدف الأول المسجل من بغداد بونجاح، هذا يا خصاله لعب مناطق الستة أمتار، وإعادة من جديد للمخالفة الناجحة المنفذة من رياض محرز كما سجل ضد المنتخب النيجيري. نشوفوا الحوار بين المدرب المنظر الكبير وأيضا أنيس بن سليمان. اليوم ما شفناش فاعل برشا معنا في الرواق في الكولوار وفي وسط الميدان. العيدوني والسخيري لقوا برشا صعوبات أمام الثنائي هاريس بالقبلة ورامز الزروقي اللي كان مندفع ويضغط عالي المنتخب الجزائري أمام المنتخب الوطني التونسي. أكيد التعديل الأوتار بالنسبة للمدرب المنظر الكبير في فترة ما بين الشوطين في هذا الاختبار الودي الهام، معناها بصبغة تقريبا رسمية بالنسبة للقاء المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري، وخاصة رهان تصنيف الفيفا. التدخل من رامي بن سبعيني، من جديد الكرة توصل للياس الصخيري والمحاولة المنتخب التونسي وهبي الخزري ثم دراجر والأول على الكرة جلال بالعام. أكيد قاعد يحاول يصعد باستمرار محمد دراجر على مستوى الجهة اليمين وخلق التفوق العددي للمنتخب الوطني التونسي. منتخب الجزائري خلق العديد من المشاكل للمنتخب الوطني التونسي خاصة وسط الميدان وأيضا من الأطراف، سكر كل المنافذ على ملعبية المنتخب الوطني التونسي. يرجع بغداد بونجاح ياخذ الكرة وديلان برون بالراس يرجع الكرة للمنتخب الجزائري. جمال بالعمري طويلة في اتجاه رياض محرز صاحب الهدف الثاني الياس الصغيري. الصغيري مع رامز زروقي والحكم محمد معروف في كل مخالفة للمنتخب الوطني التونسي. قلت مصعب بالجملة خنق المنتخب الوطني التونسي. المنتخب الجزائري ممكن قراءة آلية اللعب بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، ممكن من الأطراف من جهة محمد دراجر وكذلك من جهة نعيم السليتي. هذاك علاش ما شفناش برشا وهبي الخزري، ما فماش غياب اللمسه الاخيره لهذا المهاجم وهاجم المنتخب الوطني التونسي. تكتين كوقت بديل في الفتره الاولى بصراحه كان فيها المنتخب الجزائري ماسك بزمام الامور امام المنتخب الوطني التونسي، واكيد فتره ثانيه باش يعدل فيها المنظر الكبير مدرب المنتخب الوطني التونسي خاصه من الناحيه الهجوميه. هذه كره للمنتخب التونسي ترجع من يوسف عطال. يوسف عطال الموهبه الجزائريه شفنا زفين على مستوى الجهه اليمين في المباراه الفارطه، يرجع يوسف عطال يؤمن الجهه اليمين بالنسبه للمنتخب الجزائري. لاعب اتلتيك بارادو الجزائري ونيس الفرنسي يوسف عطال. ترجع الكره من جديد الى ديلان برون. ديلان برون يبحث عن الحلول ومحمد دراجر على مستوى الجهه اليمين. محمد دراجر يحاول دراجر يتقص الكره من يوسف البليلي يعكس الهجمه المنتخب الجزائري الى بغداد بونجاح طويله في اتجاه الفغولي. الفغولي معاه ديلان برون بمبدا السلامه والامانه يعود الكره الى الحارس معز حسين بلمسه واحده الى ديلان لليسار الحدادي. الحدادي الى اسكندر سليمان. سليمان سليمان الكره في وسط الميدان الى عيسى العيدوني مره اخرى. يقول الحكم محمد معروف الكره لفائده المنتخب الوطني التونسي. شفنا انيس بن سليمان. انيس بن سليمان كان رجع خذ الكره الاخيره، ما شفناش برشا انيس بن سليمان اللي عنده زوز اهداف مع المنتخب الوطني التونسي، واول بداياته كانت في مباراه وديه ضد المنتخب السوداني هدى في رادس والانتصار بهدف مقابل صفر. وهذه كره للمنتخب الوطني التونسي ورايه التسلل من جديد. رايه يوسف البوساتي مره اخرى يلقى روحه في وضعيه تسلل مهاجم المنتخب الوطني التونسي وهبي الخزري امامكم. وهبي الخزري مره اخرى في وضعيه راس لاعب راس الحربه في غياب صراحه مهاجمين، في غياب المهاجمين بالنسبه
اللي هذه الخطة رأس الحربة يلقى روحه مرة أخرى وهبي الخزري في هذه الوضعية مع المنتخب الوطني التونسي. برشا يقولوا محللين وفنيين أنه وهبي الخزري وقت اللي يلعب على الكلوار يكون النجاعة نتاعه أفضل من أنه يلعب بالظهر، هذا حسب اللي قالوا المحللين. وهذه الورقة الصفراء مرة أخرى يرفع محمد معروف الورقة الصفراء في وجه ملاعب المنتخب الجزائري وحارس المرمى الرئيس مبولحي الحارس الخبرة في المنتخب الجزائري. 77 مباراة دولية واليوم مباراته 78 مع المنتخب الجزائري وتتويجات بالجملة الأفريقية وكذلك مشاركة قارية في كأس العالم مع المنتخب الجزائري، وهذا رمي بال 71 من الثوابت ثوابت المنتخب الجزائري. وفي هذه الآونة يعلن الحكم محمد معروف على نهاية الفترة الأولى عبد الرحمن بانتصار منتخب الجزائري وبتقدم منتخب الجزائري هدفين مقابل صفر. وفي الشوط شفنا فيه بصراحة المنتخب الجزائري أفضل خاصة من ناحية الهجومية المنتخب الوطني التونسي. أكيد النجاعة فارق النجاعة للمنتخب الجزائري، ما شفناش فرص واضحة للمنتخب الوطني التونسي. أكيد أكثر إيضاحات بعد قليل في البلاتو مع أنيس العياري وقيس اليعقوبي، تحليل وأيضا معطيات حول أداء المنتخب التونسي حول نجاعة المنتخب الجزائري على الانطلاق بعد الكأن يواصل الانتصارات والأولوية لإسكندر الحجام. شكرا عبد الرحمن، شكرا ايضا سامي، وافقكم الراي شخصيا فيما يتعلق بانه المنتخب الجزائري كان افضل بكثير من المنتخب التونسي في الشوط الاول. نذكر بزوز اهداف شاهدوهم بطبيعه الحال، هدف دقيقه 19 بامضاء اللاعب بغداد بونجاح بطبيعه الحال، هذا لاعب بغداد بونجاح دقيقه 19. ثم الهدف الثاني مخالفه على خط ال 18 ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي يسجل هدف الثاني منتخب الجزائري في 45 دقيقة لعب. إذا أولى في هذا اللقاء الودي بين المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي، فقد نذكر وأنه في حالة عدم هزيمة المنتخب الجزائري اليوم فإنه يعدل الكفة على مستوى المباريات دون هزيمة مع منتخب الكوت ديفوار. كابتن قيس، ما هوش المنتخب التونسي صراحة اللي ننتظره فيه، الميكرو بطبيعة الحال وننتظره إجابة. صحيح المنتخب التونسي على الأقل في النصف الأول من المباراة بعيد عن الانتظارات بتاع الجماهير والفنيين، لازم نبحثوا على الأسباب. السبب الأول علاش؟ لأنه قبل كل شيء المنافس جاهز صراحة. مش اللي قال ينحبذ وأنه يبدأ لي بالأهداف ما دام قاعدين نعديو فيهم. تفضل. أي بيان سور. الأهداف اللي قبلها المنتخب الوطني التونسي مهارات فردية ولا أخطاء دفاعية يعني؟ فما الهدف الأول الساعة الثنائية بالراس خسرناها، طاحت عند بغداد بونجاح، بون سيتي دوزيام بال، كرة ثانية لكنها في وسط 16 ونص تمكن منها بطبيعة بعد قدام ملاعبي اللي نعطوه بالسفاح اللي ما يرحمش في 16 ونص يسجل من أنصاف الفرص. ثم بعد عمل فردي المعية نظرة ثاقبة ثقة من رياض محرز، حضرها له البلايلي، هي كرة ثابتة حضرها له البلايلي. نعرفوا رياض محرز الزاوية ذيك متعود بها، يعني أصبح بالنسبة لي شيء أوتوماتيكي عادي وأنه بداخل الرجل، وخاصة القوة خلى معز حسن ما يخلطش عليها وبعدها على الجدار. هذا ما فيما يخص الأهداف، لكن فيما يخص كأداء يعني باش نحكيه بلغة الكرة، منتخب الجزائر غفصنا كرويين. أولا على مستوى الاستحواذ الجزائر كانت أفضل كثير، على مستوى الثنائيات ربح الثنائيات تقريبا الكل، الدفاع متاع الجزائر لعب تقريبا احنا نشوفه من فوق 40 متر وبعيد على الحارس رئيس مبولحي، مما مكن خط الهجوم متاعه نحسب على الأقل في 9 ولا 10 كرات تقطعوا ما بين بغداد بونجاح والبلايلي ومحرز، ما نحكيوش على سفيان فيغولي، يعني تقريبا وسط الميدان تاع الجزائر قاعد يلعب مرتاح. أنيس العياري دونك يظهر لي توافقنا الراي على مستوى انه المنتخب الوطني التونسي ماهوش المنتخب اللي انتظرناه، رغم انه تحدثنا ونبهنا انه منتخب جزائري منتخب عنيد منتخب نجوم منتخب كبير، ولكن هذا لا يعني انه مهما كانت الاسماء اللي تلعب ضدها يلزمك تلقى الحلول. حاليا المنتخب التونسي قابل زوز اهداف. شوف اسكندر، حكيت انا قبل المباراه قلت انه التشكيله والتركيب اللي هبط بها منظر الكبير سي دفاعيه، فكر دفاعي ما ثم حتى نية انه منظر الكبير يمشي للمنتخب الجزائري.
انت كي تشوف 10 مينوت 15 مينوت 20 مينوت الاولانيين المنتخب الجزائري مشينا لقدام عمل بريسيون خلينا نرتكبوا اخطاء ما خليناش نخرجوا بالكوره. الصخير اللي ما عمره ما خسر برشا كور اليوم خسر برشا ديشي في الوسط. اليوم تشوف البلايل اوتوماتيكمون دراجر ياخذ كره تلقى البلايل قدامه محرز قدام 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 الحدادي خلينا نعملوا برشا اخطاء. من بعد مشينا مليح وقفنا مليح في البلوك ديفونسيف حاجه مهمه انك تقف مليح لكن الاهم الترانزيسيون بعد كيفاش تمشي من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه هذا قصر فيه المنتخب التونسي. لكن علاش خاطر لي بروفيل اللي موجودين ما تنجمش تعمل بيه ترانزيسيون. هذا انا قلت قبل المباراه قيس حكيت انه ما ثماش اليات هجوميه تخلي المنتخب التونسي يتحول من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه بطريقه سريعه. انت ريت وهبي الخزري اوتوماتيكمون يحب يتيح وياخذ كره يعاود يرجع بن سليمان اوت بالنسبه لينا 45 دقيقه ما عطاناش بروفوندور ما ربحش الديويل ان كونتر ان وما مشاش وما خذاش انيسياتيف. سليتي اليوم زاد كيف كيف عليه رقابه من عطال خذي عليه الديويل الكل. اون بليس المنتخب التونسي نحب نقول برافو الجمال بالماضي خاطر هي اليوم فكر مدرب مشي ياخذ انيسياتيف وضغط على المنتخب التونسي وخلاه يرتكب اخطاء ويسجل ويزيد يضغط مره اخرى والمنتخب التونسي ولا 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 رياكسيون. وهذا علاش خاطر من بعد حتى منظر الكبير وقت اللي عيط للوليد نتاعنا عيط للعيدوني وعيط للبر رمضان باش يغير ما نجمش يغير خاطر تروا بروفيل كيف كيف عيدوني صخيري فكر دفاعي بر رمضان يعطيك اكثر انيماسيون لكن ما يعطيكش بروفوندور. علاش انا خيرت انه يدخل اكثر يعطيك صنع العاب يعطيك اكثر بروفوندور بالنسبه لي انا فهم كلام كنيس انه ليزي معناتها ما انت قلت دفاعيا نجح رغم انه قبل زوز اهداف بغداد بنجح في عمليه الهدف وحده. شوف ريت اسكندر يعني ريت حتى بغض النظر على عمليه الهدف بغداد بنجح ربح الديويل على برون برشا مرات وخلى الدفاع نتاعنا يغلط برشا مرات. علاش خاطر وقت اللي بالماضي يحط بغداد بونجاح باش ينزل على ليزاكسيون تاعنا اللي هما برون ومريح ما نجموش يخرج الكره هذاك فكر نتاع مدرب فكر نتاع يضغط عليك والضغط يولد اخطاء والاخطاء تولد اهداف. هذا اللي صار في الشوط الاول. من بعد كي تجي تشوف في غياب الحلول الهجوميه في غياب ليزاتو اللي تنجم تعمل ديفيرينسا المنتخب التونسي 45 دقيقه اوت ما كانش في المستوى بالنسبه لي يعني. هذا نوافق عليه الكل يظهر لي. خلينا نبداو بربي لي دو زيري لاتيرو لهنا كي نحكيو على حسام الحدادي دراجر ما كانوش موجودين في لقاء كونغو الديمقراطيه دراب بدينا نحكيو على العابي على معلول على كشريدة درا هما الحلول امام غياب فماش ما ريناش لي كولوار قدم القدامه فماش عمل هجومي من الظاهرين ما عادش كنت توافقني الراي ممكن خلينا نحكيو بكل صراحه بالنسبه لنبدا صعب محمد دراجر انا بالنسبه لي انا الظهير الايمن في المنتخب هو كشريدة. اوكي تجب تقول لي دفاعيا ماهوش كل اللاعب ربما القوي المدافع لكن هجوميا يعطي حلول كبيره وخاصه الميزه هي السرعه. كره القدم نتاع اليوم وكره القدم 2030 و2040 قوه وسرعه قوه مضروبه في السرعه. هذا يمتلكها كشريدة. دونك دراجر ما عندوش هالامكانيات هذوما. اوكي دفاعيا ربما صلب هذاك علاش اختاروا بوند الكبير لكن دفاعيا لكن هجومي لكن هجوميا ما ينجمش يعطيك الحل. هذا اشكال فني في 30 متر والاخرانيين ما يقدرش يعطيك معناه كي نقارنوا بكشريده كشريده افضل بكثير. نجيو للحدادي نفس المشكل. انت تعرف الحدادي اللي هو دو فورماسيون في تكوينه هو لاعب محور دفاع ونعرفوه على المستوى الفني في 30 متر والاخرانيين خاصه في العرضيات ماهيش ديما عرضيات ناجحه. علي العابدي او علي معلول في 30 متر الأخرانية في الحالة الهجومية متاعنا ينفعونا أكثر من الحداد. حدادي مع فريقه علي العابدي هجوميا ودفاعيا حدادي دفاعيا أفضل. علاش قلت لك؟ لأنه تكوينه هو لاعب محور دفاع قلب دفاع يلعب على اليسار. الإشكال متاعنا اليوم شوف في الاختيارات متاع المدرب جمال بالماضي وقت اللي اختار أنه باش يفتك الكرة عالي. إيش معناها تفتك الكرة عالي؟ وقت اللي تفتك الكرة عالي يعني أنت تكون قريب من المرمى تصير أخطر وهذا طلبوا من ثلاثة لاعبين تاع الهجوم اللي هما البلايري على اليسار محرز على اليمين بنجح. وبغداد بنجح وراهم الفيغولي كذلك اللي مخل الفيغولي اليوم جعل من الياس الصخيري يلعب ديما ظهره المرمى المنافس. عمره ما خذا الياس الصخيري الكرة وهو مقابل الهجوم تاعنا ولا وسط الميدان باش ينجم يعطي تمريرات. قلت لك دفاع المنتخب الجزائري لعب تقريبا على خط نص الميدان بعيد 50 متر على المبوحي. هنا اختيارات نتاع مدربين. حاجة أخرى شفنا اللي اليوم بالرغم من ان
لعبنا بردة الفعل، قعدنا ننتظره في المنتخب الجزائري وكلفنا هذا هدفين، لكن بعد في التحول من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية وقت اللي نستخلص الكرة من المنافس كي نبدأوا متأخرين نبدأوا بعاد 60 متر على المرمى، وكي تبدأ بعيد 60 متر على المرمى يزمك وقت باش توصل، ولا عندك الأسلحة اليوم يزمك جزيري لاعب سريع، يزمك الجزيري لاعب سريع. خزري ما عندوش أك السرعة، خزري ما ينجمش يضغط على المنافسين. ما نحبش نقول اليوم أنه أخطاء في الكاستينج متاع اللاعبين، لكن كذلك الفكرة متاع المنتخب اليوم أني نترقب أني نشوف نمشي بالمباراة أكثر ما يمكن نحو نتيجة التكافؤ والتعادل، وبعد يمكن نعمل في 45 دقيقة لم تنجح. حتى أعطيني ما نجحناش الحلول. أنيس عياري قبيل أنت حكيت على حنبال مجبر، حنبال المجبر يحكيوا عليه برش ما لعبش برش، شفناه كيفاش معناتها يجري لحامل الكرة في يضغط على حامل الكرة في مباراة كونغو ديمقراطية. ينجم يكون حل من جملة الحلول؟ نحاول نعرف رأيك في النقطة هذه بالذات. أكيد نرجع لك للنقطة، لكن مش ناخو 10 ثواني. خسرنا في شوط أول دوزيام بال كل خذوهم الكل، لدوزيام بال المنتخب الجزائري عمل منهم اختر وزرع منهم أغل فرص وسجل منهم أهداف. دوزيام بال اليوم يأكد لك أنه ليكاليتي تكنيك متاع المهاجمين متاع المنتخب الجزائري خلاهم الضغط العالي، خلاهم خلى المنتخب التونسي يخسروا دوزيام بال اللي كانت مهمة برشا. خسرنا بريسك لو دويال الكل كسوا ايريان، خسرنا لو دويال، وهذا شيء في منتخب في ليفل كبير. الحق للأمانة عندي مدة ما ريتش منتخبنا يلعب بالفاصون هذيا ولا بالستيل دو جو هذا، سورتو كي يكون دفاعي وما عندكش آليات هجومية. هذا الجزائر فرضوا عليك ولا أنت ستيل دو جو؟ الجزائر فرضت عليك آليات الهجومية، والفكر نتاع جمال بالماضي غلب فكر منظر الكبير، لانه جمال بالماضي يمن اكثر بالمجموعه اللي عنده، يمن اكثر بالاليات اللي عنده، ضغط عالي على المنتخب وتجرأ عليك. باهي ظاهرا اللي حكينا عليه ما ينجم يغيرهم منذ بدايه الشوط الثاني منذ الكبير. ما نتصورش، ممكن الحديد ينجم يغيره، ممكن ينحي ثلاثه من وسط الميدان الدفاعي اليوم العيدوني والسخيري. فماش علاش باش يواصل يلعب دفاعيا وهو متاخر اليوم؟ شوف 45 دقيقه ثانيه مهمه برشا، لانه عنده الاليات اللي نجم يغير بها من وجه المنتخب، اللي هي علي معلول لانيماسيون اوفونسيف نتاعو، لكن بعد علي معلول باش يخلي لك فراغات، لانك اليوم اذا تغلط مع منتخب جزائري بالاليات الهجوميه ينجم يكلفك غالي. اليوم هزيمه قاسيه بالنسبه للمنتخب، ماهوش عوايد المنتخب في راتس بالذات في الجو اللي يعيش فيه في الوقت الحالي انه ينهزم بهزيمه ثقيله. اليوم يفو فير اتونسيون وقت اللي تمشي اكثر الهجوم، اسكندري لازمك ترد بالك في دارك، لانك تلعب مع ملاعبيه ليفل كبير، محرز مع الحديدي، بورتون الحديدي قاعد دفاعي. فقط باش نتفاعل معاك، يلزمنا ساعة نذكروا أنفسنا ساعة أنها مباراة إعدادية، حكينا عليها أنها مباراة شبه رسمية تاريخيا مهمة، مهمة في مخ المدرب نتاعنا. معلومة توصل لي تو قيس، قول لي حمزة رفيعة وعلي معلول قاعدين يسخنوا تقريبا باش يتم إقحامه منذ بداية الشوط. حمزة رفيعة، علي معلول، حنا بعد المجبري تو. شوف شنو اليوم، خلينا نستبقوا الأحداث، شنو ناقصين تو؟ شنو أني جايك الملاعبين، شنو نجمو نخسروا اليوم احنا؟ شنو باش نخسروا حاجة كبيرة كي نخسروا بنتيجة مع الجزائر؟ شنو اللي باش نخسروه؟ لا تقلق، أني جايك تقلق، أوكي، ما قلت لك الجيرة والدربي واللي تحبه والصراع التاريخي، ما تكون مباراة تطبيقية، لكن في الأخير شوف، في الأخير أنا مفضل أنه اليوم الإطار الفني يقف على نقائص الساعة ونقائص الفريق، يقف على الفكرة اللي لعب بها اليوم، شافها أن بناتنا كانت عقيمة ما توصلش. اليوم عنده شوط ثاني باش يغير فكر آخر، تنشيط آخر، خاصة على المستوى الهجومي. اليوم حمزة رفيعة ينجم يغير لك هجومين أفضل من بن سليمان. اليوم علي معلول نعرفوا النفس الهجومي وتزيريه باش يولي، حتى عطال ما عادش يطلع برشا خاطر يعرفوه علي معلول يلعب في معناه في ليفل اونيفو فوالا اونيفو. اليوم وتوا حنا بعمل المجبري، اي مرحبا، 30 دقيقه 25 دقيقه اخرى 40 دقيقه يدخل، ما عادش فما ضغط. اليوم رهبه المنتخب الجزائري ورهبه المباراه مشات، نلعبوا المباراه نتاعنا. لكن الاهم بالنسبه لي انا بعد المباراه هذه، اش يلزم الاطار الفني على راسه منظر الكبير يستخلص الدروس باش ما نلعبوش بالطريقه هذه اللي
هي الطريقة اللي نلعبوا بها قيس راه باش نتفاعل معاك نفس الطريقة لعبنا بها في مباريات إيه؟ أخرين لكن مش كونتر دي كاليبر أما الأدوات ماهمش هما غير الأدوات شوف نجم تلعب بالطريقة هو راه أنا اللي شفته من الفوق 4-1-4-1 الياس الصغير أمام الدفاع وعندك أربعة لاعبين في وسط الميدان اللي هما شكون موجودين على طرف السليت وعلى الطرف الآخر بن سليمان وبيناتهم محمد علي بن رمضان وعيسى العيدوني أنا حبيت نعرف على قيس. ذلك ما عندناش عمق وشنو اللي ضرنا في العمق انه في كل مره وهبي الخزري اوتوماتيكيا ملاعبي يقلق ما توصلش كره ينزل وسط الميدان مهاجم ينجم ينزل لازم مهاجم اليوم توا مثلا اكزامبل بالنسبه لبن سليمان اوت على خاطر اسكندر ما يعطيكش بروفوندور مش ملاعبي رابيد تكنيكمون ما نجمش يعدي ان كونتر ان ملاعبي بون تكتيكمون قوي اوكي سليتي ما لقاش روحه في ال 45 دقيقه الاولى هذا مؤكد في 45 دقيقة ما كانش إفيكاس بالنجاة اللي نعرفه فيه لكن نتصور أنا علاش الشوط الثاني ما تكونش فيه أكثر إنيسياتيف يخو فيه أكثر إنيسياتيف اللي هي يولي الحل الحل بالنسبة لي أنا ما نظامش هو بدأ الحل مدام رفيعة في الأحماء ومدام علي معلول في الأحماء لكن ناقص الحل علاش قيس ناقص الحل على خطر نتمنى أنا نرجع نلعب زوز وسط ميدان ارتكاز لعيدوني والسخيري ندز المجبري كسنة ألعاب رفيعة لعب رواق اسليتي رعب لواق ونعطي اكثر بروفوندور مع الجزيري لهنات واللي عندك اليات واللي عندك فكر هجومي وترانزيسيون تولي بيا وكي تضغط على المنتخب الجزائري نجم تمشي قدام فكر هجومي مفروض علينا توا توا فما سلاح ذو حدين بربي ما حكيناش عليه ندرا منتخب الجزائري منتخب كبير نحاولوا توا نرجعوا على اساس نحن متاخرين بالنتيجه ولا نتخوفوا انه تكون نتيجه اعلى هذا مهم جدا شوف كمش مفكروا توا ها باش نمشيوا للهجوم راهو تو ناكلوا الثالث وناكلوا الرابع فوالا دونك عاد نبطلوا احنا نستبعدوا النقطه هذه بالمره انا نقول انا مباراه نرجع باقي في الأخير في الميزان في الميزان يجرب حتى كان خسرنا وحتى بنتيجة مش باش تكون الثقل الكبير اليوم يزم تو يزم تجرب خاطر بعد عندك الاستحقاقات ما عادش تجرب غير مسموح بالخطأ تصور قيس تصور قيس حاسبك لا يحاسبوه الناس قيس يحاسبوه الناس أنا أقول لك يحاسبوه الناس قيس منظر الكبير انا ما نجيش دون زان فري تيست اللي هو منتخب الجزائري اللي من الديكلاراسيون نتاع المدرب نتاعو نتاع اللاعبين نتاعو جايين باش يلعبوا مباراه رسميه انا نتعامل مع مباراه هذه ونخوها بكل جديه للانتصار يعني اليوم كي تجي تقول لي انت نجيك باش نغير ضد المنتخب الجزائري نقول لك راه فكر المدرب غالط بعد اذنك عاير باش نسالك سؤال شو الاوبجيكتيف نتاع الماتش هذا هل انه باش يجرب لاعبين ولا باش يفوز على المنتخب الجزائري هذه نحب نقول لك انا حاجه في اطار التحضيرات انا راني كنت لاعب في المنتخب عشتهم الاوقات هذوما كمدرب كفكر ادفرسير اسمه الجزائر كونكورنس كبير بيننا وبين الجزائر يعني مباراه اليوم تمنيت نتعلموا منها حاجات ونربحوا منها برشا حاجات علاش تمنيت النتيجه تكون لصالحنا تمنيت الاداء يكون خير على خاطر تحضيرات المنتخب الجزائري قبل المباراه اخذوا قيس الامور بكل جديه والبروفوني ريت لاغريسيفيتي ريت الديال ريتهم اكثر شراسه علينا حبيت المنتخب اليوم يكون لد للند خاصه به 10 ثواني ولا اكثر كان اكثر خلينا نمشي الفاصل اقل من 10 ثواني أقل. اللي عمل الفارق اليوم انه المجموعه نتاع منتخب الجزائر عندها مده هذه تلعب مع بعضها يعني الاليات موجوده من قبل احنا مازلنا في طور البحث لازم بسرعه يتخذ القرارات الفنيه والتكتيكيه اللازمه المدرب الوطني فاصل الشهري نعود مع الشوط الثاني لقاء منتخب التونسي منتخب الجزائري نعود مع عبد الرحمن العش وسامي بازيز تفضل